نبدي ايش قد نحتاج مي بالعراق بصوره لمحطات مياه الشرب تحديدا صالحه للشرب. لا يعني محطات مياه الشرب هذا التزامات مرتبطه بدوائر البلديه مرتبطه بالمحافظات وبامانه بغداد. وزاره موارد عندكم تعرفون موارد ايش قد يعني مثلا في بغداد نحتاج الى 40 متر مكعب. ما عندكم بالثانيه في بغداد في قصر بغداد والمحافظات 40 متر مكعب بالثانيه جريان في كل محافظه بغداد من شمال بغداد الى جنوبها. نعم شوف استاذ تجنابك يعني لا بس ارجع لهذه النقاط. انا عندي تساؤلات المواطنين. نعم. يعني نعم. انا بعد اذنك يعني تساؤل نحتاج هذا كله ماكو عدد كامل يعني بس ما يحضرني الرقم. طيب. يعني احنا نحتاج لكل برميل نفط نعبي مكانه برميل ونص. نعم يعني اذا اربع براميل يحتاج لها 4 مليون يحتاج لها 6 مليون. نعم ايش قد يروح للنفط؟ لا بس حتكون واضحه الصوره بالنسبه لك. المياه اللي تؤخذ لضخ بالابار النفطيه هي مو المياه النقيه يعني عندنا انا مو نقي انا جاي اتحدث نهر دجله والفرات هي مياه خام يؤخذ منها هذا يسميه مياه خام لا يؤخذ من المصب العام و اذا تؤخذ من الانهر مياه المبازل المياه اللي هي راجعه مو المياه الفرق بين مياه المبازل ومياه الانهر يؤخذ مياه المبازل من المبازل نعم طيب. وتعالج حتى تضخ بالابار النفطيه. نعم فرق بين المياه الخام اللي بدجله الفرات ومياه المبازل. مياه المبازل المياه اللي خارجه بعد عمليه الزراعه وغسيل طيب. الارض هذه المياه اللي تروح للمصب العام باتجاه الخليج هذه يؤخذ منها للاراضي للمشاريع النفطيه. واساسا حتى المياه اللي تروح للمشاريع النفطيه تعالج يلا تروح تضخ بالابار يعني ما تضخ بشكل مباشر اكيد اكو عوامل تراكز معينه تغير فيها حتى تكون صالح للضخ بالابار.